ميليشيا الحوثي تبلغ الوفد العماني تمسكها بشروطها لإحياء الهدنة، وأنباء عن زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي إلى صنعاء. Human Rights Watch تتهم أطراف الصراع في اليمن باستمرار ارتكاب الانتهاكات والتجاوزات رغم التهدئة. الأمم المتحدة تقول إن سوء التغذية يهدد حياة 30 مليون طفل في بلدان عدة بينها اليمن. والأجهزة الأمنية في محافظة المهرة تعلن ضبط عصابة تهريب وتجار بالممنوعات. مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة بلقيس، معكم أسامة الأرياني ونضال الشبان. جددت ميليشيا الحوثي التأكيد على تمسكها بشروطها لإحياء الهدنة، وعلى رأسها دفع رواتب الموظفين بما فيهم مقاتلوها العسكريون والأمنيون ورفع الحصار عن الموانئ ومطار صنعاء. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع القيادية في الميليشيا مهدي المشاط مع وفد سلطنة عمان الذي يزور صنعاء حاليا. المشاط دعا وفد سلطنة عمان إلى التركيز على الملف الإنساني للأزمة، معتبرا ذلك خطوة أولى لتحقيق السلام. ويوم الثلاثاء الماضي وصل الوفد العماني إلى صنعاء لاستكمال مباحثات مع قادة الحوثيين بشأن تطورات الأزمة، وهي ثاني زيارة يقوم بها الوفد خلال أقل من شهر. في السياق ذاته، أفادت مصادر إعلامية بأن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونبرغ سيزور صنعاء السبت لإجراء مباحثات مع ميليشيا الحوثي بشأن إعادة إحياء الهدنة المنتهية. المصادر قالت إنه من المقرر أن يلتقي المبعوث الأممي قادة الحوثيين ويبحث معهم جهود إحياء مسار السلام المتعثر. يذكر بأن الزيارة المرتقبة لغرونبرغ إلى صنعاء تأتي عقب مباحثات أجراها الأربعاء مع مسؤولين عمانيين في مسقط تناولت الجهود الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة والعمل نحو تسوية سياسية في اليمن. من جهتها، قالت مجموعة الأزمات الدولية إن مخاطر تجدد الحرب في اليمن خلال العام الحالي مرتفعة بشكل مقلق، مؤكدة أن كلا الطرفين يستعدان للعودة إلى الحرب. المجموعة أوضحت في تقرير حديث لها أن اليمن في وضع معلق عقب انتهاء الهدنة في مطلع شهر أكتوبر الماضي، مضيفة أن الآمال الأولية تضاءلت بأن يكون هناك تسوية أوسع، مشيرة إلى أنه رغم توقف القتال واستمرار المحادثات الثنائية بين السعودية والحوثيين إلا أن التوترات تتصاعد. شبح الحرب يخيم على السنة الجديدة في اليمن، فرغم تطمينات العواصم العالمية بسلام قادم إلا أن المنظمات الدولية تبشر بمواجهة عسكرية تلوح في الأفق. بالنسبة لمجموعة الأزمات الدولية، فعودة الحرب من عدمها في اليمن مرتبطة بالمفاوضات السعودية الحوثية التي لا تزال مبهمة رغم حرص مسقط على إنجاحها. الفصائل المعادية للحوثيين كما يذهب تقرير الأزمات يائسة من مباحثات الرياض مع الحوثي، والأخير متصلب في رفض الحوار مع الحكومة، ولذا فإن وضع اليمن وفق التقرير معلق منذ انتهاء الهدنة مطلع أكتوبر 2022، وعليه فإن فرص التسوية السياسية تتضاءل بشكل ملفت. لم يتصاعد القتال بشكل كبير منذ انتهاء الهدنة، إلا أن فرص تجدده مرتفعة بشكل خطير، فالحكومة والحوثيون بحسب التقرير يخوضان صراعاً اقتصادياً بالتوازي مع تعزيز الطرفين القوات والعتاد على الجبهات. ورغم تأهب الطرفين للعودة للحرب إلا أنهم مترددون في خوضها، فالحوثي يدرك أن القتال سيكون مكلفا له بنظر التقرير الذي قال إن مجلس القيادة في موقع لا يؤهله لقيادة معارك مع الحوثيين رغم تصنيفهم منظمة إرهابية، كما أن خصوم الحوثي يخافون من أن تفضي نتائج مسقط إلى إقصائهم من المشهد. عملياً، عودة القتال من عدمه مرتبطة بمسار التفاوض الحوثي السعودي، وهو المسار الذي لا يزال معقداً
حيث بعث الحوثي رسالة لوفد مسقط المتواجد حاليا بصنعاء مفادها التركيز على الملفات الإنسانية، كما أن انهيار مجلس القيادة أو توحده عاملان مهمان في نشوب المعارك أو انتهائها، كما هي رؤية التقرير الدولي. مع ذلك ورغم وجود مؤشرات على تجدد القتال، إلا أنه لا دلائل عملية على عودة الحرب ولا نجاح التسوية أيضا، فالدول الكبرى حريصة على بقاء اليمن في دائرة لا حرب ولا سلام، وهو وضع أشد سوءا. أعربت السعودية ومصر عن قلقهما إزاء استهداف ميليشيا الحوثي أمن الممرات المائية لنقل الطاقة. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي التي عقدت برئاسة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره المصري سامح شكري في مدينة الرياض. والجانبان أكدا دعم جهود حث إيران على الالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول العربية وتجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للاستقرار بما فيها دعم الميليشيات المسلحة وتهديد الملاحة البحرية. أدان الجانبان السعودي والمصري محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، مؤكدين دعمهما للحلول السياسية في اليمن وليبيا وسوريا ومساندتهما للعراق والسودان. ميدانيا تشهد جبهات القتال المختلفة في محافظتي الجوف ومارب هدوءا حذرا مع تبادل محدود لإطلاق النار بالتزامن مع تحركات عسكرية وترتيبات استعدادا لمعركة قد تكون قريبة. وفيما تلوح ميليشيا الحوثي بعودة التصعيد العسكري وتدفع بتعزيزات وآليات قتالية متنوعة إلى جبهات القتال، تجري قوات الجيش ترتيبات عالية المستوى استعدادا لخوض ما تصفها بالمعركة الفاصلة ضد الحوثيين. لا حرب ولا سلم، لا هدنة ولا معارك مصيرية هنا. جبهات القتال في مأرب والجوف تشهد هدوءا حذرا منذ إعلان هدنة إبريل العام الماضي وحتى الآن، مع تبادل لإطلاق النار والأعيرة المتوسطة والثقيلة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي التي تدفع بتعزيزات وآليات عسكرية إلى جبهات القتال بالتزامن مع ترتيبات ودورات قتالية مكثفة يصفها قادة الجيش الوطني بالمهمة في إطار الاستعداد لمعركة قادمة. خلال فترة الحرب لم نتوقف عن التدريب والتأهيل، واستغلنا أيضا فرصة الهدنة استغلال أكبر من أي وقت آخر، وعدينا يعني دورات كثيرة تخصصية في مجال المهارات القتالية وفي مجال يعني استخدام الأسلحة والطيران المسير وكل أنواع القتال استعدادا للمعركة، لأننا نعي أن المعركة هي الفيصل بيننا وبين تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية وكل من يريد الإخلال بأمن واستقرار اليمن. استقرار اليمن، يقول قائد الجيش، وتلك مهمة صعبة في نظر مراقبين وسط أطماع التحالفات ورغباتها المحمولة بانتقام الجغرافيا، الجغرافيا التي يتدرب هؤلاء المقاتلون لأجل استردادها واستعادة الدولة التي اختطفتها ميليشيا الحوثي قبل 8 سنوات ولا تزال حتى الآن. نحن على استعداد تام وجاهزية عالية لحسم المعركة بإذن الله في قطاع المنطقة العسكرية السادسة، ولدينا الخطط المعدة للعمليات التعرضية بإذن الله لتحرير كخطوة أولى محافظة الجوف. بانتظار معركة جديدة يبدو اليمنيون أمام عام آخر من التصعيد، إذ تلوح ميليشيا الحوثي وتدفع بتعزيزات عسكرية وآليات قتالية متنوعة إلى جبهات القتال المختلفة شرق الجوف وجنوب وشمال وغرب مأرب بالتزامن مع تحركات دولية وإقليمية، يبحث معها حلفاء الحرب عن مخرج من حرب اليمن، فيما تؤكد الوقائع على الأرض أن معركة اليمنيين لم تنتهي بعد ولا منتصر فيها ولا مهزوم حتى الآن. علي الجرادي، قناة بلقيس، مأرب.
سجلت السلطات بمحافظة مارب وفاة 86 شخصا وإصابة ما يزيد على 430 نتيجة أكثر من 1200 حادث سير خلال العام الماضي 2022. أوضحت شرطة المرور بمأرب أن الخسائر المادية الناتجة عن تلك الحوادث بلغت نحو 880 مليون ريال، مشيرة إلى أن حوادث دهس المشاة جاءت في المرتبة الثانية بإجمالي 187 حادثا. الشرطة بيّنت أن 63 قضية أحيلت إلى النيابة، فيما انتهت قرابة 876 قضية بالصلح والتنازل، وما زالت 133 قضية رهن التحقيق. ولفتت إلى أن أسباب الحوادث تعود إلى إهمال السائقين والسرعة الزائدة والعوامل الطبيعية، إضافة إلى مخالفة أنظمة وقواعد المرور. من مأرب ينضم إلينا مراسلنا خليل الطويل. بداية خليل، بما يتعلق بالجبهات وتجدد المواجهات. نعم أسامة، طيلة الفترة الماضية كان هناك حدو حذر تشنج جبهات مأرب، وهذا استمر بطبيعة الحال لأشهر لسنوات. كان هناك أيضا تجدد لهذه المواجهات من قبل الميليشيا الحوثي، وكان ينظر إليها على أنها محاولة استغلال للوضع العسكري الذي تعيشه الشرعية، وأيضا ضغط على دول التحالف. أدرك اليمنيون أسامة وأيضا الجيش بأن استعادة الدولة ودحر الميليشيات وأيضا الوصول إلى حل جذري لمشكلة اليمن واليمنيين هي التخلص أو هزيمة ميليشيا الحوثي. فالجميع هنا يعمل بحسب ما أوردته قيادة الجيش ورئاسة الأركان من خلال التدريب والتأهيل والعروض العسكرية، وكذلك محاولة الحصول على أسلحة لتكون القوات العسكرية في مستوى وفي مكان يسمح لها بمواجهة ميليشيا الحوثي إذا ما قررت مواصلة الحرب وخوض العمليات العسكرية الجديدة. هناك أيضا كثير من الملاحظات في مأرب من قبل المدنيين والناس هنا. الجميع يطالب الجيش بأن تكون قيادته أيضا، وأن تكون الشرعية هي المبادرة في خوض هذه العملية العسكرية، لأنها تدرك وتعي بأن استغلال الوقت ومضيعته هو بالنسبة لميليشيا الحوثي توظفه، وهذا اتضح من خلال الهدن المتتالية حيث عملت ميليشيا الحوثي تعزيز عسكري تعزيز جبهات القتال بالدفع بآلياتها العسكرية وبحشود من المقاتلين، وهذا كان يصعب عليها نتيجة ضغطها من مقاتلات التحالف أو حتى نتيجة المعارك المحتدمة. لكن ظلت الهدن يشكل لميليشيا الحوثي ربما فرصة لالتقاط الأنفاس والدفع بالمقاتلين واستحداث أماكن وتحصينات في جبهات مأرب وفي غيرها من المحافظات التي تشهد قتال مع الميليشيا. ولكن بالنسبة لقيادة الجيش والسلطة المحلية في مأرب، هل تحسب حساب الوضع المدني واتساع رقعة المساحة المخصصة للنازحين إذا ما تجددت هذه المواجهات؟ أسامة، الجميع هنا ربما يعني يرى أن الحل العسكري كما قلت هو الضامن الوحيد لاستعادة الدولة ودحر الميليشيات، لكن في المقابل يأملون ويتطلعون إلى أن تصل قيادة الشرعية والحكومة والجهات الدبلوماسية وحتى الجهات والدول الراعية التي تحاول إيجاد فرص سلام مع الميليشيات إلى حلول ومعالجات تجنب اليمن وتجنب الناس هنا في مأرب على وجه الخصوص كلفة باهظة يعني ستكون حتما مأرب كما عهدناها وكما عاشت طيلة الفترة الماضية تواجه منفردة خصوصا في الملف الإنساني وتتحمل تبعات هذا الملف الكبير. هناك كما قلت آمال بأن تنجح الدبلوماسية اليمنية وأيضا رعاة السلام في الوصول مع ميليشيا الحوثي إلى حلول ومعالجات تكون فيها يكون فيها حضور الدولة والمؤسسات أهم ما يأمله وما يطالب به الناس هنا في مأرب.
وايضا هناك كما قلت يعيش الناس في غرب وضع مأساوي في ظل هدن، وبالتالي ستكون المأساة مضاعفة اذا ما عادت المواجهات وعاد القتال الى جبهات مأرب، التي ربما الان بحسب تصريحات السلطة المحلية يعيش فيها اكثر من 3 مليون نازح في وضع معقد، وفي ظل تكفير واضح من قبل المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية العامة في مجال الإغاثة والإكفاء. خليل الطويل مراسلنا من مأرب، شكرا جزيلا لك. وإلى الملف الحقوقي، حيث قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن جميع أطراف الصراع في اليمن استمرت في ارتكاب الانتهاكات والتجاوزات، بما في ذلك الهجمات ضد مدنيين والقيود المفروضة على حرية الحركة والمساعدات المخصصة لمدينة تعز المحاصرة. أشارت في تقريرها العالمي السنوي إلى فشل تجديد وقف إطلاق النار المؤقت وارتفاع عدد الضحايا بسبب الألغام والمتفجرات وسقوط ضحايا أطفال في هجوم شنه الحوثيون على مدينة تعز، مضيفة أن ذلك حدث رغم جهود التهدئة التي تخوضها الأمم المتحدة. لا تتوقف الجرائم والانتهاكات في اليمن رغم جهود التهدئة، فالضحايا في تصاعد والمسؤول عنها كافة أطراف النزاع. هذا ما لخصته منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي السنوي، والذي اتهم جميع الأطراف المنخرطة في الصراع بمواصلة ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق اليمنيين، بما في ذلك الهجمات ضد المدنيين والقيود المفروضة على حرية الحركة ووصول المساعدات إلى مدينة تعز المحاصرة. المنظمة أشارت إلى أن الأطراف المنخرطة في النزاع اليمني فشلت في تجديد وقف إطلاق النار المؤقت ولم تستطع تمديد التهدئة مجدداً، فحتى ومع وجود الهدنة في وقت سابق استمرت أعداد الضحايا في تزايد بسبب الألغام والمتفجرات وهجمات أطراف الصراع، أهمها ميليشيا الحوثي التي لم تستثني من الأمر الأطفال، آخرها هجومها على حي سكني في محافظة تعز. تقرير المنظمة تحدث عن مقتل العشرات من المدنيين بينهم أطفال في 3 هجمات نفذها التحالف السعودي الإماراتي في محافظات سعدة والحديدة وصنعاء، أطراف النزاع كافة، وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش بما في ذلك ميليشيا الحوثي والقوات الحكومية والتحالف السعودي الإماراتي والعديد من الجماعات المسلحة قامت باعتقال وإخفاء قسري وتعذيب وإساءة معاملة أشخاص في جميع أنحاء البلاد. أما النساء اليمنيات فبجانب اعتقال بعضهن وتعذيبهن يواجهن قيوداً على الحركة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث تطلب السلطات منهن مرافقة محرم من أجل السفر لتمنع بذلك القيود الحوثية المتزايدة النساء اليمنيات من العمل. بدورها حثت منظمة إنقاذ الطفولة الأطراف اليمنية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأطفال من آثار الحرب. وقالت في بيان مقتضب إن الألغام الأرضية لا تزال تخلف آثاراً مدمرة على الأطفال عقب الأنباء التي أفادت بمقتل 4 أطفال على الأقل بألغام أرضية. وكان المرصد اليمني للألغام تحدث الأربعاء الماضي عن مقتل طفلين شقيقين وإصابة آخر نتيجة انفجار لغم أثناء رعيهم الماشية في مديرية نهب شرقية صنعاء، كما قتلت امرأة وطفلتها وأصيب زوجها نتيجة انفجار عبوة ناسفة في مديرية الدريهم جنوبية الحديدة. المرصد ناشد السكان في كافة المناطق التي شهدت مواجهات خلال الفترة الماضية بعدم التعامل أو العبث مع أي أجسام مشبوهة حتى لا يتعرضون للخطر. وفي سياق آخر، حملت منظمة بيئية عالمية الأمم المتحدة مسؤولية تأخر مهمة إنقاذ ناقلة النفط صافر المهددة بالانفجار قبالة السواحل اليمنية على البحر الأحمر. قال بول هورسمان رئيس مشروع الاستجابة السريعة لخزان صافر في منظمة غرينبيس الدولية إنه من غير المقبول أن يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة المسؤولة عن تسهيل عملية إنقاذ الناقلة بالتسبب بتأخيرات من خلال بيروقراطيتها الداخلية. رئيس المشروع حذر من أن ذلك قد يضيف زيادة هائلة في التكاليف
ويهدد اتفاقا استغرق سنوات من المفاوضات للوصول إليه. من جهته قال راسل جيكي كبير مستشاري الاتصالات لمنسق الشؤون الإنسانية في اليمن إن التحدي الرئيسي لبدء العملية يتمثل في محدودية توافر السفن المناسبة لتخزين النفط المتواجد على متن الناقلة. يشكو الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تخصصه بالمعهد التقني بتعز حرمانه من المنح الدراسية مطالبا الحكومة بإنصافه. وقال أحمد ثابت لبلقيس إنه تفاجأ بغياب اسمه من كشوف المنح رغم حصوله على المركز الأول في تخصصه على مستوى الجمهورية. أحمد ثابت رجل أعمال أعلن إفلاسه ليتحول إلى طالب يقف في طوابير المحرومين من المنح الدراسية بعد أن حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في تخصصه بالمعهد التقني الصناعي في منطقة الخيام بالريف الجنوبي لمحافظة تعز. كانت توقعاتي أن أنا بسافر على طول مباشرة بعد النتيجة وجهزنا الأوراق والملفات والجوازات والإسماء كله جاهز، بس بالاخير تتفاجا مره كورونا موجود مره من ايش من عام 2020 وبالاخير ما فيش منح من اصله. اندلاع الحرب وما افرزته من تداعيات اقتصاديه عكس واقعا اخر على سوق الاعمال، وكان احمد احد ضحايا تلك الاوضاع، لكنه خاض معركته العلميه وحصد المركز الاول على مستوى الجمهوريه متغلبا على تقدمه في السن. في غمار مشواره التعليمي اصطدم أحمد بواقع آخر بعد غياب اسمه من قوائم الحاصلين على بعثات دراسية، حيث ذهبت إلى أبناء وأقارب مسؤولين حكوميين وقادة أحزاب ودبلوماسيين وسط سخط شعبي غير مسبوق إزاء ما يجري. ردت فعلنا أصلا إحنا كطلاب يعتبر عاجزين، مش بيدينا حاجة لأنه الأمر بيدانهم، هم اللي يتصرفوا بكل حاجة، مسؤولين الوزارة والمسؤولين كم اللي يتصرفوا بالمنح يصرفوا النهاية لأصحابهم لأهلهم. لا يزال أحمد يتطلع إلى ضرورة مراعاة الشفافية وإعادة النظر في أمره من قبل الجهات الحكومية بعد أن ظل ينتظر لإكمال تعليمه خارج البلد. ها هو أحمد كغيره من الطلبة المتفوقين ممن اصطدموا بفساد المحسوبية وغياب الشفافية في توزيع المنح الدراسية المخصصة لهم. إبراهيم سعيد، قناة بلقيس، تعز. وللحديث أكثر ينضم إلينا من تعز مراسلنا إبراهيم سعيد، مرحبا بك معنا إبراهيم. إذن تفاصيل وحتى أسباب يعني حرمان أحمد ثابت من حقه في هذه المنح التي يطالب بها، ويعني أي الجهات التي ذهب إليها؟ نعم نضال، أحمد ثابت واحد ممن حرموا من المنح الدراسية، لكن الأثر الكبير أن مؤخرا فساد المنح الذي اتضح مؤخرا هذا الملف بعد أن ذهبت تلك المنح لأبناء وقادة أحزاب ودبلوماسيين وسياسيين، وكان أحمد هو أحد المحرومين ومن صف في طوابير أيضا المحرومين من المنح الدراسية. هناك يعني أحمد وكان قد تقدم للجهات الحكومية بالمطالبة يعني منحه منحة دراسية علاوة على تحقيقه هذا المركز بعد أن حصل في المركز الأول في المعهد التقني الزراعي متحديا تقدمه في السن. وأيضا هو دعيني أشير أن أحمد من أحد الرجال الأعمال الذين كانوا قد تضرروا بفعل الأوضاع الاقتصادية، لكنه لم يستسلم، حاول أن يسمع قصة تحدي وحصل على المركز الأول، لكنه اصطدم بواقع آخر، بواقع فساد المحسوبيات والمنح وأيضا التبريرات الواهية من قبل وزارة التعليم العالي. لا يزال أحمد يطمح لإنصافه واستحقاقه من المنح الدراسية في اليمن، لكن لم تلوح هناك أي آمال بمنح أحمد وغيره حتى من الطلبة الذين حصلوا على المراكز المتقدمة. هناك طلبة متفوقين كثر في المعهد وفي حتى معاهد كثيرة
حصلوا على مراتب متقدمة لكنهم لم يحظوا بفرصة الخروج لاستكمال دراسات عليا، وبالتالي هناك فساد كبير في المنح كما شاهدنا في الأسابيع الماضية، لكن سخط كبير من قبل المحرومين من المنح الدراسية وسط أعمال بمنحهم استحقاقات كانوا قد حصلوا عليها بمجهوداتهم. نعم، أشكرك جزيل الشكر إبراهيم سعيد مراسلنا من تعز. حذرت الأمم المتحدة من أن سوء التغذية الحاد يهدد حياة أكثر من 30 مليون طفل في 15 بلدا حول العالم بما فيها اليمن. شددت 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال الأكثر ضعفا في هذه البلدان من أزمة الغذاء غير المسبوقة. الوكالات طالبت بإحراز تقدم متسارع في خطة العمل العالمية بشأن هزال الأطفال بهدف منع سوء التغذية وكشفه وعلاجه عبر التركيز على تغذية الأم والطفل من خلال أنظمة الغذاء وتوفير الخدمات وتوسيع نطاق الاستجابة للاحتياجات المتزايدة. حثت الوكالات الأممية جميع الجهات المانحة على زيادة الاستثمار لدعم الاستجابة المنسقة للأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات غير المسبوقة لهذه الأزمة. إلى ذلك أكد تقرير أممي ارتفاع واردات الوقود إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي خلال الشهر الماضي. قالت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش إن إجمالي ما تم تفريغه من وقود في موانئ الحديدة خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ أكثر من 200,000 طن متري. أضافت أن هذه الكمية الواردة من هذا من الوقود تمثل زيادة بنسبة 359% مقارنة بالمتوسط الشهري لعام 2021. أشار التقرير إلى أنه خلال الشهر الماضي فقط صرح لثماني سفن وقود بالدخول إلى الموانئ إضافة إلى 8 سفن وصلت رصيف التفريغ، فيما أفرغت 7 سفن أخرى حمولتها وغادرت الميناء. كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني عن إيقاف طباعة العملة الورقية الذي كان له أثر إيجابي في استقرار سعر صرف العملة نسبيا والانتظام في صرف رواتب الموظفين الحكوميين. أكد المصدر لموقع العربي الجديد سعي السلطات المسؤولة لضبط الاختلالات والاضطرابات في سوق الصرف من خلال تشديد إجراءات منح التراخيص لمكاتب الصرافة أو تجديدها. السلطات النقدية أعلنت مطلع العام الحالي لائحة اشتراطات تجديد التراخيص لمكاتب الصرافة، قالت إنها مستندة إلى القانون اليمني الخاص بأعمال الصرافة. يأتي ذلك وفق المصدر ضمن إطار خطة الإصلاحات الشاملة التي تنفذها الحكومة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية تحت إشراف صندوق النقد الدولي. عبرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك عن استنكارها الشديد لإعلان جرعات سعرية شملت الجمارك والمشتقات النفطية في مأرب وتعرفة أسعار الكهرباء والمياه في مناطق نفوذ الحكومة. اعتبرت الجمعية في بيان هذه الإجراءات استهتارا وتجاهلا كبيرا لمعاناة اليمنيين وما يتعرضون له من أزمة إنسانية، محذرة من أن ذلك سيوسع مساحة الفقر ويحمل الاقتصاد مزيدا من الأعباء. الجمعية طالبت الحكومة بالتراجع فورا عن قراراتها وإلغائها لما فيه المصلحة العامة وتداركا لتداعياتها السلبية والكارثية. طالب تحالف سياسي ومنظمة مدنية في تعز مجلس القيادة والحكومة بتوفير خدمة الكهرباء الحكومية للمدينة المحاصرة. ونشد التحالف في بيان صحفي الرئيس العليم بإصدار توجيهات عاجلة لمحافظ تعز بتوفير الكهرباء بما هو متاح وحل كافة الإشكالات التي تعيق عودة الخدمة الحكومية. التحالف شدد على ضرورة إلزام وزير الكهرباء ورئيس المؤسسة بتوفير محطات كهربائية إسعافية لسكان تعز وإصلاح محطة كهرباء عصيفرة والمخا. ودعا البيان مجلس النواب وكل القوى السياسية والتكتلات المدنية إلى الوقوف مع سكان تعز والضغط من أجل الاستجابة لهذا المطلب الإنساني والأساسي
متهما السلطة المحلية بعدم الجدية والتهرب من المسؤولية في تنفيذ وعودها بعمل حلول عاجلة لخدمة الكهرباء. انطلقت الخميس في العاصمة الأردنية عمان ورشة عمل تتناول التحديات التي تواجهها اللجنة الوطنية للتحقيق والجهاز القضائي في مجال تحقيق العدالة الانتقالية في اليمن. تأتي الورشة في إطار دعم المركز الدولي للعدالة الانتقالية لبرنامج اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وبتمويل من الخارجية الهولندية. وفي افتتاح الورشة أكدت ماريكا ويردا نائبة سفير المملكة الهولندية لدى اليمن مواصلة دعم اللجنة الوطنية وجهودها في توثيق الانتهاكات باليمن لما لدورها الفاعل من أهمية كبيرة. وشدد المشاركون على أهمية تعزيز حقوق الإنسان والبدء بالمحاكمات من خلال قضاء متخصص ومؤهل والاستمرار في دعم جهود اللجنة لتحقيق المساءلة وإنصاف الضحايا. طالبت أسرة في محافظة إب بالتحقيق في حادثة وفاة امرأة قالت إنها تعرضت لخطأ طبي في أحد المستشفيات. وأوضحت الأسرة في مناشدة لها أن امرأة أجرت عملية قيصرية في مستشفى مذيخرة لكن خطأ طبيا أودى بحياتها وسط تحفظ الكادر الطبي. أضافت أن هذه ليست الحادثة الأولى في ظل تكرار حوادث الأخطاء الطبية التي تشهدها إب. وخلال سنوات الحرب سجلت العديد من الأخطاء الطبية التي تسببت بوفاة الكثير من المواطنين معظمهم نساء في ظل غياب الرقابة على المشافي والمرافق الصحية. أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة ضبط عصابة مكونة من 5 أشخاص بينهم امرأة يعملون في تهريب الممنوعات. وقال مصدر مسؤول إن الأجهزة الأمنية أوقفت سيارة أفراد العصابة في نقطة تفتيش بعد الاشتباه بهم وتبينت حيازتهم لكميات من المخدرات ومبالغ مالية، مشيرا إلى أن أحد أفراد العصابة يحمل جنسية عربية فيما البقية إثيوبيون. أفاد المصدر بتحويل أفراد العصابة عقب ضبطهم وتحويلهم إلى إدارة البحث الجنائي بالمحافظة لاستكمال بقية الإجراءات. في السياق ذاته تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أشخاص متهمين بترويج المخدرات والسرقة في عمليتين منفصلتين بمدينة الغيضة وضواحيها. أقامت مدرسة الشهيد مخبال الأساسية في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة حفلا فنيا وتكريميا للطلبة الأوائل للعام الدراسي الحالي، حيث تخلل الحفل عروضا فنية وتراثية ووصلة غنائية إضافة إلى عروض رياضية. وفي ختام الحفل كرم عدد من المعلمين والمعلمات لجهودهم الكبيرة في إنجاح العملية التعليمية، كما كرم الطلبة الأوائل وكذلك المبدعون والموهوبون بجوائز عينية وشهائد تقدير. ومن المهرة ينضم إلينا مراسلنا ياسر محمد. ياسر، بداية مع العصابة التي ضبطت والوضع الأمني في المحافظة. نعم أسامة، أعلنت الأجهزة الأمنية عن ضبطها عصابة متخصصة في تهريب وإتجار الممنوعات على الخط الدولي الرابط ما بين مدينة الغيضة ومديرية الشحن التي يقع فيها المنفذ الدولي المعروف والشريان الأكبر لليمن. هذه العصابة التي تم ضبطها جرى ضبطها على بالقرب من الخط الدولي، كما هو معتاد على ضبط عصابات وأيضا أشخاص يقومون بترويج المواد المخدرة على طول هذا الخط. على طول هذا الخط من ضمن أعداد وأشخاص يعملون ضمن عصابات متعددة متخصصة في عملية تهريب المخدرات وأيضا الأسلحة. تقول الأجهزة الأمنية أنها قامت بإيقاف سيارة العصابة في إحدى النقاط بالقرب من تنهالن بذات المديرية على الخط الدولي.
هذه العصابة تقول الجهة الأمنية بأنها كانت بحوزتها كمية كبيرة من مواد الشرب وأيضا حبوب مخدر ومبالغ وعملات أجنبية وأيضا أوراق وسندات إيصالات حوالات مالية محلية وخارجية. أيضا تم تحويل أفراد العصابة إلى النيابة العامة في المحافظة، وأيضا استعدادا لنقلها إلى الجزائية في محافظة حضرموت. ياسر، في الخبر أعلن أن العصابة التي ضبطت بها جنسية عربية والبقية إثيوبيون، هل أعلن ارتباطهم بجهات يمنية داخل الأراضي اليمنية أم أنهم فعلا يشتغلون خارج المنظومة اليمنية؟ نعم سمام، معظم ما يتم القبض عليهم داخل المحافظة سواء كانوا أفراد محليين أو جنسيات عربية هم يعملون على نقل المواد بشكل داخلي أو نستطيع القول بأنهم يقومون بنقل هذه المواد كوثيق محلي. لا أعتقد أن هناك ارتباطات خارجية لأن المواد هي تصل بشكل متخفي إلى داخل المحافظة عبر سواحل المحافظة، بالإضافة إلى أن كل من يجري القبض عليهم تكون التهم الموجهة لهم بعملية نقل المواد داخليا. من المهرة مباشرة ياسر محمد، شكرا جزيلا لك. نهاية النشرة، بقي تذكير بالعناوين. ميليشيا الحوثي تبلغ الوفد العماني تمسكها بشروطها لإحياء الهدنة، وأنباء عن زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي إلى صنعاء. هيومن رايتس واتش تتهم أطراف الصراع في اليمن باستمرار ارتكاب الانتهاكات والتجاوزات رغم التهدئة. الأمم المتحدة تقول إن سوء التغذية يهدد حياة 30 مليون طفل في بلدان عدة بينها اليمن. الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة تعلن ضبط عصابة تهريب والتجار بالممنوعات. وللمزيد يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت بلقيس دوت تي في وأيضا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نهاية النشرة، إلى اللقاء.